وده هو المكون السري للحصول على افضل وجبات الكيتو. دقيق جوز الهند، هو في برضه دقيق لوز وجيد، ولكن ده ب 50 جنيه، ونفس الحجم ده من دقيق اللوز بيتكلف 200 جنيه. صباح الخير يا صباح يا جماعه، اهلا بيكم في فيديو جديد من قناه زاوي. قبل ما نخش فيديو النهارده عايز اقول لكم ان احنا بقى فاضلنا بس 500 مشترك على ال 4000 سبسكرايبرز، وانتوا عارفين اول ما نوصل ل 4000 سبسكرايبرز هبدا انزل فلوجات تاني، فلو انت مش مشترك انزل اعمل اشتراك دلوقتي حالا، ولو انت مشترك جديد مبدئيا اهلا بيك في قناه زاوي. احنا بننزل فيديو صحي كل يوم ثلاث وفيديو اكل عادي كل يوم جمعه، وهدف القناه السنه دي قبل ما نوصل 2021 نكون ان شاء الله وصلنا 10000 مشترك. ندي بقى شوت اوتس الطبيخ بتاعت النهارده. مبدئيا عندنا ان دوت حسن اندرسكور 00 عمل وصفه الاندومي وطلع شكلها تحفه، هو قال ان هي تقيله شويه، هي تقيله عشان انت استخدمت مكرونه، باين استخدمت مكرونه سباجيتي ريجينا عاديه، هي تطلع كويسه بس طبيعي تطلع طويله، لو استخدمت اندومي او بالاصح استخدمت نودلز عاديه كانت هتطلع اخف بكتير، بس يعني فعلا هايل شكلها والوك مظبوط وكل حاجه مظبوط، يعني برافو. بعد كده عندنا اكرامي 537 عمل الكورن دوج، وبيقول لك اول مره اعمل كورن دوج في حياتي وطعمه طلع حلو جدا، وفعلا شكله اصلا حلو جدا، هو الصوص اللي جنبه ده انا مش عارف هو ماسترد ولا مسترد، بس ايا كان عاش برافو، يعني ليكوا انتوا الاثنين. واي حد عايز يعمل اي وجبه من اللي انا بعملها يصورها وينزلها ستوري ويعمل لي تاج وهنزلها له هنا في القناه وفي الستوري عندي برضه. المهم بقى نخش في وجبه النهارده. النهارده هنكمل مسيره الكيتو بتاعتنا. الاسبوع اللي فات عملنا كيتو برجر، فالاسبوع ده ما ينفعش نعمل حاجه غير كيتو بيتزا. ازاي هتعمل بيتزا كيتو؟ دي عباره عن كلها عجينه، وعشان كده قلت لكم ان احنا معانا مكون صحي، وهو ده اللي هيخلينا نقدر نعمل اي نوع عجينه احنا عايزينها، بس بدل بالدقيق العادي فهنعمله بدقيق جوز الهند. بس طبعا هو لوحده مش كفايه، هنحتاج مكونات اخرى. ولو عايز تفهم الكيتو بيشتغل ازاي هسيب لك لينك في الديسكربشن للفيديو اللي فات اللي انا شارح فيه نوعا ما الكيتو بيشتغل ازاي، او بالاصح بيأثر على جسمك ازاي وازاي ممكن تخس منه. ودلوقتي هعرفكم على المكونات اللي احنا محتاجينها لعمل الكيتو بيتزا. هنحتاج كرنبيت، بيضه، صلصه طماطم، جبنه موتزاريلا، جبنه شيدر، سلامي، ودقيق جوز الهند. اول حاجه دول حوالي 500 جرام كرنبيت هنطحنهم. هنقطع الكرنبيت الى حتت صغيره ونحطه جوه الخلاط، يعني نص كله كده. طبعا الكرنبيت لازم تغسله كويس قبل ما تحطه، احنا هنعملها على مراحل. الكرنبيت اصلا خضار مليان ميه، يعني انت مش هتحس ان هو فيه ميه، بس اول ما تديله كده هيطلع كل الايه العصاير اللي جواه، كل الجوس اللي جواه، هي مش جوس يعني، هي كلها ميه. والتكستشر بتاعته طلع شكلها عامل كده، لسه هنزود طبعا، عايزين نعمل كل ال 500 جرام اللي معانا. في واحدة رخمة جوه عمالة تتنطط مش عايزة تتعمل. بص ايوه تمام، طلعت كمية مية. لو انت قاعد شغال لوحدك في المطبخ بتستخدم الخلاط، فانت لازم ايه قبل ما تفضي اي حاجة تشيل طبعا السكينة دي عشان ما تعورش ايدك، تشيلها على جنب قبل ما تفضي الكرنبيت في البوله. ودي هي التكستشر اللي احنا محتاجينها لعجينه الكرنبيت، هنحطها دلوقتي في الميكرويف لمده دقيقتين. والخطوه اللي جايه هي تنشيف الكرنبيت، احنا عايزين نشيل الميه كلها من الكرنبيت ده، وعشان نعمل كده هنجيب بوله ثانيه ونجيب اي فوطه مطبخ نضيفه. هنفرش الفوطه دي على البوله بالشكل ده، ونحط كمية الكرنبيت اللي احنا هنستخدمها. انا مش عارف هنستخدم الكمية دي كلها ولا هنستخدم نصها، هتقضي اصلا فوطة لا، بس هنشوف. نعمل كده حتة ليها وندلق شوية الكرنبيت دول جوه. هما وقعوا بس ماشي، وغالبا هنعرف نعملهم كلهم. كلهم هيتعملوا في مرة واحدة تمام. وبعد ما نحطهم الفوطة هنقفلهم كده على بعض، نمسكها من الاطراف، والمفروض بقى ايه يعني نسكويز المية كلها من جوه الكرنبيت. زي ما انتم شايفين اصلا هي سخنه وكلها ميه، فهتمسك بايدك كده تفعصها وتنزل منها كل الميه. الموضوع كنت فاكره هيبقى اسهل بكتير الصراحه، بس ناشفه شويه. انت طبعا كل ما يكون عندك فوطه ارفع
كل ما يكون اسهل منك ان انت اسهل ان انت تطلع الميه. الفوطه دي تخينه شويه فطلوع الميه منها مش صعب، بس هي كده اوريدي الفوطه تشربت الميه. يا ترى انتوا سامعين صوت الميه وهي بتنزل في المايك؟ اظن يعني احنا بنفضي بقى الميه دي ليه؟ بنفضيها عشان لو سبناها بالميه بتاعتها كلها هتفرول ومش هتمسك بعضها، فاحنا عايزين نفضي الميه بتاعتها عشان الكراست تطلع تطلع كويسه. انشف بوكس كمان بس كده كفايه قوي. بصوا كميه الميه اللي طلعت منها قد ايه؟ كتير قوي. هنفضي الميه دي ونرجع نفضي الكرنبيت بتاعنا جوه البوله. اتقطع كويس وبقى طري وحلو وجميل وجاهز. هنزود دلوقتي بقيه المقادير. هنحط كوبايه الا ربع من دقيق جوز الهند، عدد بيضه واحده، نص كوبايه موتزاريلا مبشوره، وعشان دقيق جوز الهند مسكر فعايزين نعادل السويت اند ساور اللي فيه عشان ما يبقاش مسكر بزياده، فهنحط معلقه شوربه ملح. والبهارات اللي هستخدمها هي شويه بودر الدوم، يعني حوالي معلقه معلقه ونص، او لا خليهم معلقتين عشان الميكسشر هنا كبيره شويه، معلقتين توم، معلقه فلفل اسود. انا بحب الصراحه احط بابريكا في اي حاجه فاحط برده معلقه من البابريكا، وهنقلبهم كلهم على بعض. دي زياده من عندي، انا شايف ان احتياطي نزود بيضه كمان وتكمل تقليب. هي اوريدي بدات تمسك نفسها شويه، بدات تحس ان هي عجينه شويه. نخليها كده حته واحده، نسويها من فوق وبس، ونشيلها في التلاجة لمدة ربع ساعة. هنجيب صينية بيتزا نحط فيها سنة زيت ونوزعها. طبعا انتوا عارفين مين بصديق البرنامج الشيف الشربيني الصغير. وعلى حسب علمي ان مفيش ورق زبدة بيتباع مدور جاهز، كله بيجي مربع، فانا جبت مربع عادي او مستطيل عادي وقصته بالمقص للشكل ده على قد الحلة على قد الطاسة او على قد الصينية بالظبط. تمام. ودلوقتي هنحط العجينه في الصينيه، مش هنستخدمها كلها، هنستخدم تقريبا نصها ونشيل الباقي بعدين. وهنا بقى ايه اللعب كله، هو ان احنا هنحول الميكس ده كله لشكل عجينه. طبعا ازاي؟ بطريقه البلاستوسين اللي احنا بنستخدمها على طول. انت بايدك كده هتخش على طول وتحاول تعملها فورمه البيتزا. نسنطره الاول مبدئيا كده كله في النص، نشيل كل الاطراف، نجيب كل الحاجات كده كلها كده في النص، وبعد ما نجيبه كله في النص نلزقه. وبعد طبعا هو فيه لسه سنه ميه، لان انت مهما تعمل عمرك ما هتعرف تصفيه كله من الميه تماما، الا بقى لو هتعمل بقى سموكينج او حاجه يعني معرفش، وتبططه كده بايدك لحد ما نوصل الى حجم البيتزا. احنا مش عايزينه تخين ولا عايزينه رفيع، احنا عايزينه تخنه يبقى حوالي صوبع اكبر، اتخن من صوبع بشويه. هو انا احساسي ان هي مش هتمسك عشان هي ما زالت مليانه ميه، بس يعني خلاص فيش اي حاجه كان ممكن نعملها اكتر من كده. بعد بقى ما نبططها عايزين نعمل حاجه، وهي ان احنا الاطراف نخليها عاليه شويه. هنعملها ازاي؟ هندوس بصوبة ونرفع بصوبة، يعني هندوس ونرفع كده، دوس وترفع، بحيث ان احنا نعمل الاطراف تبقى تخينه عشان تبقى شبه طبق كبير شبه كوبايه، عشان تشيل الموتزاريلا كويس، تشيل الفيلينجز اللي احنا هنعملها جوه كويس. بعد كده هنحط اول حاجه الصلصه. احنا هنستخدم صلصه بيتزا عاديه، بس انت لو عايز تمشي يعني بطريقه الكيتو بنسبه 100% فيعني الصلصه بيبقى فيها سكر كتير شويه، انت المفروض تقلل السكر، فممكن تدور على صلصه ما بيكونش فيها سكر كتير. في ماركه هنا في مصر، هي مش مصريه، ماركه مستورده اسمها هينتس تقريبا، اتش اي ان تي زد، بتتباع دي، بيبقى في منها الصلصه اللي هي ما فيهاش سكر كتير. بس يعني خلاص سنه الصلصه دي مش هتفرق قوي بالنسبه لي، يعني انا لو همشي على كيتو خلاص يعني مش دي يعني خلاص اللي هتبوظ الموضوع كله، فانا شايف ان الصلصه العاديه مناسبه. انما انت لو عايز تمشي بنسبه يعني عايز تمشي زي الكيتو 100% جيب الصلصه اللي هي ما فيهاش سكر كتير. نوزعها طبعا حوالين البيتزا كلها زي ما انتوا عارفين،
وبالنسبه للاضافات فاحنا هنعمل بيتزا سلامي، انت ممكن تعملها برده هوت دوج، ممكن تعملها لانشون، ممكن تعملها بسطرمه، ممكن تعملها اي حاجه اي نوع من البروتين. احنا النهارده هنعمل بيتزا من السلامي. المفروض دلوقتي نحط الموتزاريلا على طول، ولكن انا بفضل ان احنا نحط الاول شويه جبنه شيدر عشان نزود الطعم فيها شويه. وللي ما يعرفش، الاربع جبن اللي هما مناسبين للكيتو هما الشيدر، الموتزاريلا، جبن الماعز، وجبن الفتة، عشان دول الجبن اللي بيستخدموا دهنة اكتر من كاربس. ودلوقتي حان وقت الموتزاريلا. نوزع الموتزاريلا كويس على البيتزا كلها، كده نبقى احنا خلصنا تحضير البيتزا الكيتو. بس كده ما ناقصش دلوقتي غير ان احنا نحطها في الفرن. وبعد ما طلعت من الفرن بقى شكلها عامل كده، ولكن انا حاسس ان الكراست ما ايه ما نشفتش قوي، وما اظنش هنعرف ناكلها سلايسز، بس هنجرب ونشوف. ورجعنا لكم تاني في اخر فقره واحلى فقره، وهي فقره التذوق. انا الصراحه شايف ان هي طعمها هيطلع حلو جدا، ولكن صعب جدا انها تطلع كقطعه واحده، وشاكك برضو ان هي اصلا لزقت في ورق الزبده من تحت. هي بالفعل لزقت، يعني مش لزقت بس يعني مش هنعرف نطلعها كامله. احنا هنقطع ونشوف، بس غالبا كده ايه مش هنعرف ناكلها بالبتاع ده، مش هنعرف ناكلها سلايسز، هنضطر ناكلها شوكه وسكينه. وطبعا لو هنتكلم على الغلطه الكبيره اللي انا عملتها، وهي غلطه ان انا عملتها اتخن بكتير. يعني قلت لكم عايزين نعملها تخن صوبع، ده مش تخن صوبع ولا صوبع ونص ولا صوبع، ده 3 صوابع مثلا ولا حاجه. فهي اتعملت طبعا تخينه جدا، وزي ما انتم عارفين الكيتو بيتزا قصدي الكولي فلاور اللي هو الكرنبيط مليان ميه، فعشان كده ما استواش. مش ما استواش، هو بيستوي ولكن مليان ميه، فمش ناشف، فطري هيتقطع. فعشان كده لو حد هيعملها او حد هيجربها جايز بقى يعملها ويطلعها احسن مني بقى كمان، وانزلها ممكن اجيبه بقى في القناه بقى بعد كده يعلمني ازاي اعملها. هنقطع ونشوف. هي حتى اصلا اتقطعت بسهوله من كتر ما هي طريه، ولكن يعني هي من فوق هايله، من فوق الموتزاريلا على السلامي مع البتاع، يعني ريحه بيتزا عاديه، بس الفكره ان في ايه ريحه شويه بتاع ده، شويه كرومب، مع مش كرومب قصدي، فيها شويه كرنبيط زياده في الموضوع. والله انا هبقى سعيد لو عرفنا نطلع قطعه واحده بس من غير ما نقطعها، هبقى يعني فرحان. بس نطلع عني واحده مش عارف، احب اوضب البيتزا دي انها ايه، بس صينيه البيتزا دي انها بتلف بسهوله زي البيتزا هات كده. طيب كفايه لعب، نحاول نطلع القطعه دي. بسم الله الرحمن الرحيم. هل هتطلع ولا لا؟ طب هل مثلا انا، لا ده هيبقى غباء اللي انا هعمله ده، ان انا اطلعها كلها من ورق الزبده استحاله. هل لو كنا عملناها من غير ورق زبده كانت ممكن تبقى احسن؟ بس احنا ايه، احنا هنخش فيها على طول، مش هنضيع وقت. امسك ورق الزبده وخد قطعه من البيتزا وطلعها. ها، طب والله طلعنا قطعه اهو على الاقل، ماشي مش وحش. نحطها في الطبق وندوق. اكلها لغايه دلوقتي كويس. هل هنعرف بقى ناكلها بايد واحده؟ ايه ده، ده ممكن فعلا، ده انا ما كنتش متصور كده خالص، ممكن تاكل طبقه البيتزا عادي جدا. ايه ده، طعمها حلو كمان، طعمها حلو قوي، يعني مش حاسس ان ايه ده. ثانيه واحده، احيي اكلت ورق الزبده. يا نهار اسود، انا بقى قلعته مش عارف والله، ولا ما اكلتوش؟ ايوه في هنا ورق زبده مش موجود، يبقى استنى يا عم. يا نهار اسود، اكلت ورقه الزبده. انا ببص لقيت في حته خرم هنا، قلت هي راحت فين؟ اتريها في بطني. ماشي طيب، يعني هو ده اللي فضل من ايه، من ورق الزبده الحته دي، انما الحته اللي قدام دي فايه، خلاص بقت بلعت. هنعمل ايه طيب، اكلنا ورق، مزجتك ازايزك ولا كان حصل اي حاجه. نرجع بقى لموضوعنا، وهي فعلا طعمها حلو. يعني انا طبعا طبعا حاسس ان هي اكيد مش كراست البيتزا العاديه، حاسس ان مفيش دقيق. بس هل هو الاحساس اللي يخليك تقول ايه يا عم، لا البيتزا دي مش حلوه مش هاكلها؟ لا بالعكس، انا مبسوط برده ونزلت من الطعم، وطعم العجينه لوحده حتى حلو مش وحش خالص. هي بس لو كانت رفعت شويه كانت هتبقى هايله. يا نهار اسود، ده انا نسيت كمان اسجل فيس كام، ده انتوا مش شايفين وشي كل ده. جرايه يا ابو جزاوي، ما تفوق، يعني اكلت ورق زبده وكمان مش شايفين وشي؟ يا نهار اسود، يا حول الله يا رب. ماشي مش مشكله، خلاص نعتمد على الايه، نعتمد. انتوا شايفين الاكل، طبعا هتشوفوا الاكل احسن ما تشوفوا وشي، يعني مش مشكله.
وكده احنا وصلنا لنهايه الفيديو. لو انت بتتفرج ومش عامل اشتراك اعمل اشتراك، وكالعاده لو مش عاجبك الفيديو ما عنديش غير حاجه واحده بس اقولها لك. كفايه بقى بعد الاكل تولع السيجاره، حياتك هتتدمر وتغرق زي العباره. شوف لك اي هوايه العب كره تيكي تاكا، ولو انت خرمان على الاخر كلك حته شوكولاته. كفايه بقى بعد الاكل تولع السيجاره، حياتك هتتدمر وتغرق زي العباره. شوف لك اي هوايه العب كره تيكي تاكا، ولو انت خرمان على الاخر كلك حته شوكولاته.